طيار لم يستطع مقاومة النعاس فنام في قمرة القيادة وتجاوز المطار الذي كان يجب الهبوط فيه. أكثرية التعليقات على الفيديو عم بيسألوا سؤال واحد، وين كان الطيار الثاني؟ السبب للناس كان عندهم انطباع ان لازم يكون في طيارين على هيدي الرحله، ولانه صوت بيروت انترناشونال حطوا هالصوره اللي هي صوره غرفه القياده لطائره نفاث الكبيره، بينما الطيار ما كان عم بيطير طائره الايرباص، الطيار اللي نايم كان عم بيطير سسنا كاريفان. لكن الطيار استيقظ بعد 40 دقيقة على بعد 111 كيلومتر في المحيط الهادئ وهبط بسلام في أحد المطارات القريبة. ومن هيك 40 دقيقة نوم كان بتساوي تقريبا 111 كيلومتر. وعلى السريع لازم نقول هالنقطة الأساسية، إنه حتى الطائرات النفاثة إذا كانت إعادة تموضع وما كان فيها ركاب ما بيطلع طيار واحد عليها، بدها دايما طيارين لو شو ما صار. فهي كل اللخبطة اللي صايرة، بس حبيت فسر شو عم بيصير.